ساديني في غرامة، هاتني في كلامة. وأخبار بابا إيه يا دودو؟ بخير والله يا أبله، بيسلم عليك. وحشنا أوي أوي. طبعا ابويا لو كان جه هنا كان ايه، فاهمة؟ ليه؟ ابن الرز عوام ولا ايه؟ لا عوام. عوام طبعا. طب وبابا بقى في البيت يا دودو كان لذيذ كده معاكوا زي فيلم فوزية البرجوازية، ولا كان شديد زي العمدة سليمان غانم؟ مع العمدة سليمان غانم كان لذيذ برضه، دمه خفيف بس شديد. كان شديد. ما هو ابويا فيه الميكس ده، يعني ابويا دمه خفيف ولذيذ وعادته حلوة بس شديد. وقت الجد جد؟ قوي. واحنا اللي فاكرينه بيمثل شاطر طلع ما بيبذلش اي مجهود. وعلى كده بقى شفت كل اعماله؟ طبعا، يعني مش يعني ممكن يكون في حاجات وقعت مني، بس شفت طبعا اغلب اعماله. يعني ده كان بمزاجك ولا بيفرجكوا عليها بالغصب؟ لا ميكس يعني. ميكس ميكس. بس هو كان شتوش قوي. لا بس انا بحب فيك انك عصامي وما اعتمدتش على بابا خالص يا احمد. الحمد لله. يا دوبك بس طلعت في ليالي الحلميه وسنوات الشقاء والحب وعم عزيز ورجل في ايه زمن العولمه، صح؟ ورجل في زمن العولمه ايه الجزء الثاني. لا بصراحه ما فرضكش علينا خالص. بتحترمي نفسك يا ابله في ايه يا اخويا؟ انا بس بسترسل. دي كانت مشاركات كده يعني. يعني هو رجل في زمن العولمه ده اللي كان، وكان ترشيح المخرج. انت عايزه ايه دلوقتي؟ وبعدين ده يعني اخر حاجه ذاكراها دي من 18 سنه. اللي هو انت كنت عايز تكمل بقيه ال 18 سنه بردك لسه بابا بياخدك من ايدك؟ انت ما انا مش هسلك معاكي خلاص. قولي اللي انت عايزاه. لا بس انت بعد ما سبت ايدين بابا وبقيت تروح الاستوديو لوحدك اشتغلت مع اسامي مرعبه. حقيقي. ناديه جنجي وغدا عبد الرازق وهايفا. مين اكتر واحده بقى فيهم كنت بتخاف منها اكتر؟ كنت بخاف من نونا ناديه الجندي قبل ما اشتغل معاها، يعني لان هي المراه الحديديه طول عمرها وكده. فكنت وهي كتكوته خالص. دي فظيعه خطيره يعني. تقيت. وبعدين يعني بقينا اصحاب قوي بعدين، بس قبل ما ابتدي معاها تصوير كنت كشش منها شويه. حقك بصراحه. ده انا كنت كشه. طب في سؤال بيؤرقني يا احمد. اتفضل. ليه كل اعمالك فيها دايما الماستر سين ده؟ مفيش حد ما بوستش ايده. من اول يا حبيبي كريمه مختار وصابرين لغايه خالد الصاوي. خالد الصاوي؟ لا بص، ايد خالد الصاوي؟ لا مش فاكر والله، ما كنت فاكر. يعني اصل الاول انت جبتي ستات وكيف، كنت اقول لك جنتلمان، بس بعد خالد الصاوي مش عارف اقول ايه الصراحه. يعني ليه البوسه بتقف عند الايد؟ مع خالد الصاوي ولا مع الزيت؟ دخلت على كل ارشيفك لقيته كله بوس ايد في بوس ايد في بوس ايد. لا يعني دي بتبقى المواقف الدراميه اللي الدراما بتتطلبه بنعمله، يعني بتتطلب كل بوس الايد ده. طب ومين احلى ايد بوستها؟ خالد الصاوي. واتش ات، ما تخليش حاجه تفوتك.